يعني من الناحية العملية من حق الإطار يعني كما يرشحون في هذا الاتجاه، وبالتالي سيذهبون بالورقة التي يقدمونها إلى السيد الصدر، يقولون له هذا مرشحنا وإننا مصرون عليه منذ ما قبل الأزمة وإلى يومنا الحاضر، والإجابة ستكون من السيد الصدر حول هذا الموضوع. المشكلة القائمة لدى القوى السياسية إلى الآن هي لا تقرأ طبيعة المشهد الداخلي والمشهد الخارجي الذي يحيط بالعراق، ولسبب بسيط جدا، أن المجتمع الدولي لا يريد أي شكل من أشكال فرض، أقولها فرض الإرادات من قبل أي طرف على طرف آخر، ويريد أن يجد حكومة عراقية حقيقية غير تقليدية قائمة على أساس التوافقية. وكل من يعتقد أنه باستطاعته أن يستخدم القمع أو يذهب باتجاه أقول التعرض إلى المواطن العراقي هو واهم. القضية اليوم لم تعد قضية صدر وإطار، إنما هي بالأساس قضية نخبة وطنية ومجتمع عراقي سواد أعظم ينشد الاستقرار ويعرف ماهية أسس إدارة الدولة الحقيقية. أما أن تتحول الدولة إلى قسمة رضائية بين أطراف تقليدية مضت عليها 20 عاما، ففي ذلك الاتجاه سيدفع الثمن أول من يدفعه هذه الطبقة، أمام تأكيدات من قبل من يقرأ طبيعة مراكز الأبحاث العالمية وما هي رؤيتها وكيفية المعالجة، أنهم يذهبون باتجاه فرض وصاية على أموال العراق، لأنهم يقولون أن أموال العراق هي أس المشكلة في العراق. طبيعة القتال والتزاحم ومصادرة الإيرادات هو أن الطبقة السياسية الآن تؤمن بأنها يبقى أن تمسك بمقدرات العراق. هذه مسألة. بقي موقف السيد الصدر، أنا أقولها السيد الصدر ما زال هو عنصر فاعل في المشهد السياسي، ولديه القدرة على تحريك الشارع بالطرق السلمية. هو لا يرفع سلاح ولا يفكر بمواجهة مسلحة. قد تفكر بعض الجهات في هذا الموضوع أن تذهب إلى موضوعة التصعيد، وأنا أبشرهم، أقول لهم أن كاميرات المراقبة لكل السفارات سحبت بما صورته من مسافة عشرات الكيلومترات لكل الجهات التي كانت تتحرك في الخضراء وتذهبت باتجاه قمع المتظاهرين، لأن هذا استنادا إلى قرار المحكمة، محكمة العدل، يعني حقيقة محكمة الجنايات الدولية وقوانين حقوق الإنسان تمثل شكل من أشكال الإبادة الجماعية، وبالتالي أي قوى سياسية لا تستطيع أن تحمي نفسها من الملاحقة القانونية. وعلي أمام هذه الصورة التي وعلي أمام هذه الصورة التي طرحتها على الجميع أن يعيد النظر في حساباته وأن تتم المعالجة وفق أقل ما يمكن من الخسائر.